تكلمنا عن شرط سكيلبل، أن يكون تكون الفكرة قابلة للنمو وقابلة لأن تصبح كبيرة وتخدم مجتمعات كثيرة. ولذلك سوف أطرح هنا موضوع أيضا مشابه له وأمثلة أخرى مشابهة لها تسهل عليكم الفهم. ما هو الأفضل؟ هل لو دفعت ريال صدقة لشخص لقيته ينظف ودفعت له ريال، خذ الريال وراح وخذت أجري، فكل مرة أبي صدقة أروح أدفع ريال فيأخذها ويروح، والمرة اللي بعدها أدفع ريال ويأخذها ويروح، أو لو جمعت 10 ريال وعملت له أو شريت له كرسي وحطيته له وسميته وقف، كل ما استخدمه أخذت أجره. الوقف ثابت. لذلك إحنا نقول في نوعين من أنواع الأفكار. في أفكار تساعدني على زيادة الدخل كل ما عملت عليها، فإحنا نقول هذه active income، أفكار مردودها active، كلما كنت active كلما كنت أنا أعمل زيادة، كلما طلعت ريال وعطيت يجيني أجر فأنا active. أما النوع الثاني من الأفكار فنسميها الأفكار التي تحت صنف الباسيف income، الأفكار التي لا أعمل عليها، أعمل عليها مرة واحدة. يعني مثلا بنيت بير، كم مرة أبني بير؟ مرة واحدة أحطه، كل ما جاء واحد استخدم هذا البير وخذ منه ماء وشرب كل ما جاني الأجر. فحتى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن 3، ومن بينهم قال صدقة جارية. هذه الصدقات الجارية نسميها الأصول assets. وما معنى الأصل؟ الأصل هو أي شيء يعمل لك ويدخل فلوس في جيبك أو أجر في جيبك أو مردود في جيبك دون أن تعمل عليه، ونصنفه ضمن الباسيف انكم، الأمور التي لا نعمل عليها. لذلك نقول يا ربي شلون يا أخي إنسان طول عمره يسافر ويروح ويدور ويتمشى في أوروبا وفي البلدان الغربية ويلف العالم وتزيد فلوسه؟ ياه شلون؟ هو أسس أفكاره بناء على مشاريع أصلا مصنفة أنها تكون باسيف انكم. مثلا هذا الفيديو الآن أنا كم مرة سجلته؟ مرة واحدة. ولكن كم عدد الناس الذين يقومون بإعادة النظر إليه باستمرار؟ ولذلك هو باسيف، هذه من الأفكار الباسيف، تعمل لي ولا أعمل لها، أعمل لها مرة واحدة وهي الآن تعمل باستمرار. فلذلك أنا أشجعكم على الأفكار الباسيف، ومن هنا أرجوكم أن تقرأوا كتاب الصديق الكبير، سوف يساعدكم ويفتح آفاقكم على أنواع الأفكار وأنواع تطبيق هذه المشاريع.